ثلاثة وجبات وراثة. مع ثلاثة وجبات كمان تمشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلي. بس نقدر نخدمك؟ عفوا أنا بنسألك. أسري عيوني ليك. عبدو يخدم هنا صح؟ عبدو يشتغل هنا يا لكن تقدر تقعمزي في طاولة في اي بي عندنا منيو جديد تشكيلات جديدة. لا لا شكرا ما نبيش نبي عبدو. باي عفوا ممكن اعرف حضرتك باش نقول يا مني حضرتك بالضبط. قول لخطيبتك. خطيبتها؟ ايه باي لحظة بس باي شوية نضبها لك على اوكي؟ عبدو عبدو دائما يا عبدو نكلم فيك يا رجل. هر شوية يا عمدة مش فاضي. يا رجل نكلم فيك في بنية تبيك البرة نو تشوفها. مش فاضي يا رجل الدرس قريبك من البرة شوف واحد من الولاد يطلع له ولا شوف. يا عبدو البنية هذه راي خطيبتك تبيك البرة اطلع شوفها. شنية؟ خطيبتك تبيك. يا بنت الكلب. اطلع حشمتين يطلع. اللحية هذه اللي في وجهه. شنية مش عجباتك ان شاء الله؟ تبيني زي الوزة المزلطة تسروي الطيحات والشعر مدفور. لا يا ماما انسي زمن الحنية والدلع تم خلاص. انا توا اسمي الشيخ عبد الله. لا والله وانا شن ندير توا؟ انت توا بديتي من الماضي يعني تروح حوشكم سلم بنتي وتمسحي رقمي وتمسحي عبدو من حياتك مرة واحدة. لا يا عبدو انا مش لعبة. امتى ما تبيني باهي امتى ما تبينيش تلوحني؟ شو ناقصني انا اصلا؟ ناقصك عقل وتربية. بيك تحسابني ميت عليك. لا يا بابا انا عشرة يتمنوا عشرة يستنوا عشرة في الحبوس يغنوا كلهم يبوني المهندس والسفير والامير والغفير. قصدك الغفير هداك قدام المدرسة مش علي انا. تعرفي توك ما تسكريش فمك وتروحي. والله لمن خلاص كل شيء اللي حبني يا بنادم خليتها لك واسعة وعريضة تلفى ان شاء الله. والله كان يشوفك ابو حقافة لما يرتد على الاسلام. استغفر الله العظيم.